أنا جيت سعيد اليوم أنني كنشارك في هذا المعرض اللي كيحمل اسم جنوب شمال اللي كان نتقاسمه مع الفنان الكبير والجميل السي محمد مرابط. السي محمد مرابط اللي كيحمل واحد الوزن في مدينة طنجة مدينة البوغاز، وهذا كيضيف لي واحد طروة فنية في المجال الفني في الطريق الفني ديالي. وأنا جيت سعيد بهذه المناسبة أنني كنشارك بالأعمال كيف كتشوفوا دابا هنايا، يعني أكبر عمل ديالي اللي كيه 4 متر و50 على 2 متر، شاركت بالأبيض والكحل والأسود، شاركت بالألوان، وهذا الشيء كيدل بأنه الإبداع دائما كاين رغم أن هذه الجائحة ما نقدروش نتوقفوا، الفنان كيبقى دائما فنان، الإبداع دائما كيبقى الإبداع. أنا ديما كنعيش بالخيال، عمري ما كنعيش قريب، ديما كنعيش بعيد، والساعة اللي كنبدا نخدم ما نكذبش عليه، والله ما نكذب عليكم، كنبدا نخدم مع أنا بيدي ما عرفتش شني ماشي خرج تما، كنبقى نخدم في الآخر كي ناكل الكشوش. الله سا سي مون طرافاي. الرسامة اللي كيعجبوني كاملين ماتوا، أحمد يعقوبي الحمري، ديك المرة شنو كنسميها الشعبية مسكينة الله يرحمها، وبعد آخرين من واحد من مراكش واحد من دار البيضاء، هادو كانوا رسامة. Deux artistes qui ne sont pas de la même période, mais où on retrouve de vraies influences. Une histoire aussi assez proche, puisque l'un et l'autre sont totalement autodidactes, qu'ils ont grandi et se sont formés eux-mêmes à la peinture, et sont sur des approches très oniriques, très poétiques au niveau de leur peinture. Et donc on a souhaité les mettre en regard, montrer à la fois le travail de Mrabet et puis le travail de Mbalek, une exposition absolument magnifique qui sera donc à la Galerie de la Croix jusqu'au 30 août.